اهلا وسهلا بيكم في غداء صحه وتخسيس، معاكم الدكتور حمص حشمت. النهارده يا جماعه هنكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي ابتديناها مع بعض على قناه صحه وتخسيس. الناس اللي اول مره تشوفنا يا جماعه على القناه، القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات الخاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف المحتوى من الفيديوهات اللي بنقدمه على القناه، ولو عجبنا المحتوى من الفيديوهات ما ننساش نضغط لايك للفيديو، نشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. ويا ريت يا جماعه ما ننساش نشير القناه لكل اصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. الحلقه اللي فاتت الناس المتابعين والمشتركين معايا في القناه عارفين ان احنا اتكلمنا عن شويه معلومات صيدلانيه عن فيتامين سي، واتكلمنا عن اهميه فيتامين سي في حياتنا. هحط لكم اللينك بتاع الفيديو ده اسفل الوصف بتاع الفيديو عشان الناس اللي حابه تشوفه. الحلقه دي ان شاء الله يا جماعه هنكمل سلسله الفيديوهات اللي هنعملها على فيتامين سي، والحلقه دي هتتضمن الاستخدامات ودواعي استعمال فيتامين سي. هنتكلم على اسباب نقص فيتامين سي وايه هي الحالات اللي بتزيد فيها حاجه الجسم لفيتامين سي وبالتالي ممكن اتعرض لخطر نقصه. هنعرف ايه هي اعراض نقص فيتامين سي، يعني ازاي تعرف او تعرفي ان فيتامين سي ناقص في جسمك. هنعرف المصادر الغذائيه اللي موجود فيها فيتامين سي، من سواء لو كانت منتجات حيوانيه، لو كانت نباتات زي الخضروات والفاكهه، او لو كانت اعشاب. كمان هقول لكم على طريقه عمليه باستخدام فيتامين سي للشعر، وهنتكلم ازاي اصنع في البيت ماسك فيتامين سي للوجه والبشره. كل ده هنعرفه في الحلقه دي، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، اهلا بيكم مره تانيه في قناه صحه وتخسيس. دكتور، ايه هي استخدامات فيتامين سي وايه هي دواعي استعمال فيتامين سي؟ اول حاجه يا جماعه، فيتامين سي من الحاجات اللي انا بستخدمها في علاج اضطرابات الاوعيه الدمويه، الناس اللي عندها وظائف العقل قلت، يعني الخرف والزهايمر، بستخدمه كمان في امراض القلب. بستخدم كمان فيتامين سي في العلاج والوقايه من مرض الاسقربوط، وده هعمل لكم فيديو عليه مخصوص. وكمان بعالج بيه متلازمة اسمها متلازمة شيديا كيجاشكي، وان شاء الله هعمل لكم فيديو عنها الحلقتين الجايين. الحلقة اللي بعد دي هتبقى عن مرض الاسقربوط، والحلقة اللي بعدها هتبقى عن متلازمة شيديا كيجاشكي اللي بيستخدم فيتامين سي في العلاج والوقاية منهم. كمان بنستخدم فيتامين سي يا جماعة في علاج الحروق، وازود التئام الجروح والكسور. لو واحد مكسور او عنده حرق بديله فيتامين سي عشان الحرق يلم بسرعة او الجرح يلتئم بسرعة، وكذلك الامر في الكسور. بعد كده بنقلل بيه يا جماعة اعراض البرد والانفلونزا، في حالة التهاب ونزيف اللثة، وبعد عمليات خلع الأسنان، في التدخين، في الحمل، في الرضاعة، في العلاج بالمضادات الحيوية. بستخدمه كمان كعلاج مساعد في بعض الأمراض زي الدرن، الناس اللي عندها زيادة في إفرازات الغدة الدرقية، الناس اللي عندهم قرحة المعدة والأمعاء، الأمراض الخبيثة، الأمراض المزمنة. بستخدمه كمان في حالات العدوى زي الناس اللي عندها السعال الديكي او الالتهاب الرئوي او التهاب الجيوب الانفيه والحمى الروماتيزميه. اخيرا بستخدم فيتامين سي انه يحميني ويقيني من الفشل الكلوي والتسمم، لانه هو بيقلل نسبه الرصاص في الدم. دي كل استخدامات ودواعي استعمال فيتامين سي. طيب دكتور، ايه هي اسباب نقص فيتامين سي، او ايه هي الحالات اللي بتزيد من حاجه الجسم لفيتامين سي وبالتالي تؤدي الى خطر نقصه؟ اول حاجه الناس اللي بتدخن يا جماعه، سواء تدخين ايجابي او تدخين سلبي، لو انت قاعد جنب حد بيدخن، التدخين ده في حد ذاته بيزود احتياجك من فيتامين سي بنسبه 30%. كذلك الامر الحمل، الرضاعه الطبيعيه، الجراحه، في حاله الحروق، ده كله الحروق بالذات يا جماعه بيزداد الحاجه لفيتامين سي، لان هي بتزود مستوى الحديد في الجسم. بعد كده عندنا امراض الجهاز الهضمي، زي مثلا حد جاله اسهال لفتره طويله، الاضطرابات اللي بتؤدي لحمى شديده والتهابات، مرض اسمه مرض كراون، والتهاب القولون التقرحي. كل الحاجات دي بتؤدي الى زياده استهلاكك لفيتامين سي وبالتالي خطر نقصانه. السرطان، التعرض للجلسات الكيميائيه والاشعاعيه، الناس اللي عندها الامراض المناعيه، الناس اللي عندها عصبيه، الناس اللي بيحصل لها جفاف شديد نتيجه قله شرب الميه. كمان يا جماعه الناس اللي بتتبع نظام غذائي ما فيهوش
لا خضروات ولا فاكهه، زي ان الناس اللي بتتبع نظام غذائي عالي الكربوهيدرات، ده بيستنزف الجسم من فيتامين سي. كذلك الامر كبار السن المصابين بسوء التغذيه، كل دي حالات يا جماعه للاسف بتزيد حاجه الجسم من فيتامين سي. وبالتالي اذا انا ما عملتش نظام غذائي متزن في كل ما يلزم الجسم من حاجه فيتامين سي، بنتعرض الجسم لنقص فيتامين سي. طيب دكتور بعد اذنك، ايه هي اعراض نقص فيتامين سي؟ ازاي اعرف ان انا عندي نقص فيتامين سي؟ اول حاجه ضعف في المناعه، يعني تلاقي نفسك عندك الاصابات بالفيروسات والعدوى ونزلات البرد والانفلونزا كتيره جدا عن المعتاد. بيحصل جفاف كمان للجلد وشعوب الوجه والتعب والارهاق والضعف وعدم القدره على بذل اي مجهود، وطبعا ده اغلبنا بيعاني منه. فقر الدم، قله الشهيه، نزول الوزن، بطء في التئام الجروح والتعرض للنزيف، تلاقي في امراض في اللثه ومشاكل في الجلد. الشعر بتاعك بيبقى شعر جاف ومتقصف، وده بيؤدي الى ضعف الشعر وتساقطه. مرض الاسقربوط السكيرفي اللي انا قلت لكم هكلمكم عنه الحلقه اللي جايه. بعد كده عندنا بيحصل تورم والم المفاصل ومشاكل في العضلات، دي كل اعراض نقص فيتامين سي في الجسم. طيب دكتور كيف تحصل على فيتامين سي، او ايه المصادر الغذائيه اللي فيها فيتامين سي؟ نخلي بالنا يا جماعه، اللحوم والحبوب ومنتجات الالبان ما فيهاش فيتامين سي، لكن فيتامين سي موجود في الخضروات، يعني مثلا زي البروكلي، الارنبيط، الفلفل الاخضر والاحمر، الفلفل الرومي، السبانخ، الملفوف، الليفت، الخضروات الورقيه يا جماعه، الطماطم او عصير الطماطم، القرع، البطاطس، الكرنب، البابريكا والبازلاء، دي كل الخضروات اللي موجود فيها فيتامين سي. عندنا كمان موجود في الفواكه، عندنا مثلا الجوافه فيها 10 اضعاف البرتقال عكس ما يشاع، يعني كل الناس عارفه فيتامين سي يعني برتقال او ليمون، لا الجوافه فيها 10 اضعاف البرتقال. عندنا الحمضيات اليوسفي والجريب فروت، الجريب فروت بيسمى في بعض الدول يا جماعه باسم الزنباع، والبرتقال والليمون وقشر الليمون الني، والكريفون، الكريفون اللي ما يعرفوش هو الليمون الهندي، الفراوله والمانجا والكيوي الاصفر والاخضر والبابايا والاناناس والتوت البري والعنب البري والبطيخ والشمام، كمان البرقوق يا جماعه في مفاجاه، عايز اقول لكم ان كل 100 جرام برقوق فيهم 3000 ملي جرام من فيتامين سي، كمان البلح يا جماعه من الحاجات او التمر من الحاجات اللي فيها فيتامين سي. طيب المصادر الحيوانيه اللي موجوده فيها فيتامين سي، الكبده زي كبده العجل او كبده البقر او كبده الفراخ او كبده الخروف، وكمان قلب الخروف، لسان الحمل، وحليب الحمل اللي هو الحليب بتاع الخرفان، والماعز والبقر الطازه، بس لازم يكون طازه. كمان يا جماعه موجود في المحار، موجود في بيض السمك، موجود في جلد الحوت، موجود في المخ، موجود في النخاع الشوكي ونخاع الغده فوق الكلويه. طب يا دكتور دي المصادر الحيوانيه لفيتامين سي، ما انت من شويه بتقول لنا ان الحيوانات لا تعتبر مصدر لفيتامين سي. اولا المنتجات الحيوانيه اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي يا جماعه كلها منتجات عشان اكلها لازم احطها في حراره واسخنها، ودي بتضيع مفعول فيتامين سي، وبالتالي لا ما اقدرش اعتبر ان المصادر الحيوانيه دي مصدر لفيتامين سي يقدر يعوض جسمي باللي عاوزه من فيتامين سي. طيب ايه هي يا دكتور الاعشاب الغنيه بفيتامين جيم او سي؟ اول حاجه عايز اقول لكم عشبه اسمها روز هيبس، دي من اغنى نباتات بفيتامين سي، موجوده عند العطارين يا جماعه. كمان عندنا اكليل الجبل، الهيل، الكزبره، الشمر، الميراميه، الكركم، الكرويه، النعناع، الشبت، الزعفران، اليانسون، ورق الغار، البقدونس. انا عايز اقول لكم البقدونس من محتوى عالي جدا من فيتامين سي. كمان الزعتر، الزعتر عايز اقول لكم عشان ما تستغربوش، ال 100 جرام من الزعتر فيهم 160.1 ملي جرام فيتامين سي، يعني اما البرتقال ال 100 جرام فيهم 53.2 جرام من فيتامين سي، بمعنى ان الزعتر بيحتوي حوالي 3 اضعاف كمية فيتامين سي اللي موجودة في البرتقال. طيب دكتور ازاي استخدم فيتامين سي للشعر؟ اول حاجة يا جماعة بنجيب كبسولة من فيتامين سي واحطها في كوباية عصير ليمون، ازود عليهم 3 معالق من مستخلص عشبة الياسمين موجودة عند العطار، واحط عليهم 125 ملي من اي كريم مرطب زي البانسينول او الكربميد موجود في الصيدليات، واحطه على الشعر لمدة ساعة، وبعد الساعة اغسل شعري بمية فترة، والكلام ده اكرره مرة واحدة في الاسبوع، هنخلي الشعر يستفاد
اقصى استفاده من فيتامين سي. طيب دكتور، ازاي استفيد من فيتامين سي للبشره؟ اول حاجه عايز اقولها لكم يا جماعه، وظيفه الجلد هو حمايه الجسم من العوامل البيئيه الخارجيه. بيتكون الجلد يا جماعه من طبقتين، الخارجيه المفروض ان هي بتعمل كحاجز، الداخليه بتعتبر بتديني القوه والمرونه والدعم الغذائي. طيب ازاي بيتواجد فيتامين سي في البشره؟ عايز اقول لكم ان البشره الطبقه الخارجيه بتحتوي على كميات اكبر منه عن الطبقه الداخليه، ولكن بتبتدي عمليه خساره الكميه دي من فيتامين سي مع التقدم في العمر او مع التدخين والامراض المزمنه. استعمال فيتامينات او كريمات تحتوي على فيتامين سي بيؤدي الى تفتيح البشره بشكل خفيف جدا. طيب ازاي احضر ماسك فيتامين سي عشان افيد البشره وادعمها بفيتامين سي؟ بالاخر بعيدا عن الغلاء بتاع منتجات التجميل، كل اللي هنعمله معلقه عسل ابيض، هنحط عليها نص معلقه سكر بني او سكر ابيض، وهنحط عليها نص معلقه من مسحوق فيتامين سي، او اللي مش بيلاقي مسحوق فيتامين سي بسهوله ممكن يحط عصير ليمون طازه، واحط عليهم 4 قطرات زيت لافندر، اخلطهم مع بعض وادلك الوجه يا جماعه لمده دقيقه او دقيقتين بحركه دائريه في اتجاه عقارب الساعه، واسيبه لمده ربع ساعه او 45 دقيقه، وبعد كده اشطف وشي بالماء الدافئ. عشان كمان بعد ما افيد البشره بالماسك ده، ممكن عشان اشد الوش احط تونر، اي تونر فيه فيتامين سي، او اللي ما عندوش تونر ممكن يحط خل تفاح، يجيب خل تفاح وقطنه ويسقسق على الوش، ده بيشد البشره يا جماعه. كمان يا جماعه في ناس ممكن تخلط فيتامين سي مع الجليسرين، وممكن يحطوا على البشره لمده 15 دقائق مره واحده اسبوعين علشان يرطب البشره. ممكن ده للناس اللي بشرتها عاديه، ممكن يحط فيتامين سي مع الجليسرين. في ناس تانية ممكن تحط المية المقطرة أو زيت جوز الهند والصبار للناس اللي عندها البشرة بتاعتها دهنية بدل ما يحط الجليسرين. طيب البشرة الجافة ممكن يحط زيت فيتامين ه أو زيت الزيتون أو زيت الجوجوبا للبشرة الجافة. في علماء بيقولوا إن تطبيق فيتامين سي بشكل خارجي على البشرة بيقول أكتر من يعني فايدته أكتر من لما أتناوله عبر الفم، بس بشرط ان انا اعمل كده لمدة 12 اسبوع متواصل. لو عملت كده بقلل التجاعيد الظاهرة سواء من الخطوط الرفيعة او الخطوط الكبيرة. كده يا جماعة انا وصلت لنهاية الحلقة بتاعتي، اتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم. لو اي حد ليه اي كومنت يكتبه لي اسفل الوصف بتاع الفيديو. في نهاية الحلقة اتمنى من كل الناس اللي عجبتنا الحلقه نضغط لايك للفيديو، نشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتغذيه بصفه خاصه. ويا ريت يا جماعه ما ننساش نشارك القناه لكل اصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. شكرا لكم، كنتم في قناه صحه وتخسيس، كان معكم دكتور حنس حشمه. الف سلامه.